بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بأحباء الطلبة من جديد في المحاضرة 14 من مقرر المصادر الأدبية واللغوية. وبعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين، فإن هذه المحاضرة تتناول المعاجم العربية وتقدم تعريف المعجم وتشرح كيف اكتسب هذه التسمية وتتحدث عن نشأة المعاجم العربية وتذكر فوائدها العربية وهي كثيرة ومتعددة وتبين مراحل تطور المعاجم بحيث تفصل في ذلك ما ينقل للطالب التصور الكامل عن المعاجم العربية. خلال كل ذلك ستقدم أمثلة كافية على المعاجم القديمة والحديثة وتشرح طرق استخدامها. تكمن أهداف المحاضرة في 5 أهداف يمكن أن نجملها بما يلي: 1- أن يعرف الطالب معنى المعجم لغة واصطلاحا. 2- أن يطلع الطالب على أنواع المعاجم وأشهرها. 3- أن يتعلم الطالب طرق استخدام المعاجم ويفيد منها في إثراء لغته ومفرداته اليومية. 4- أن يفرق الطالب بين المعاجم القديمة والحديثة. 5- أن يحدد الطالب فوائد المعاجم العربية. تعريف المعجم: الباحث عن معنى كلمة لابد أن يجردها من الحروف الزائدة، ثم البحث عما تدل عليه حروفها الأصلية. ولفظة عجم حروفها الأصول 3 هي: العين، الجيم، الميم. وهي على هذا الوضع تفيد معنى الإبهام والخفاء. يعني كلمة عجمة ما معناها؟ الإبهام والإخفاء، أخفى وأبهم. وقد أشار ابن جني في كتابه سر الصناعة فقال: رجل أعجم وامرأة عجماء إذا كانا لا يفصحان ولا يبينان، يعني لا يستطيعان أن يوضحا ويفصحا ويبينا عما يقولان. وقد يتساءل القارئ: كيف أطلقت لفظة المعجم على المعاجم وهي ذات مادة تزيل الإبهام والغموض عن الكلمات ولا تزيد من إبهامها؟ هنا مفارقة، هنا تناقض. إلى الآن سنحل مشكلته فيما سيأتي من حديث. الإشكال هو أن لفظة عجم التي أخذ منها اسم المعجم تعني الإبهام وعدم الإيضاح، والمعجم يوضح المعاني ويبين دلالاتها
إذن كيف يمكن أن نسمي المعجم، أو من أين جاءت هذه التسمية للمعجم إذا كان المعنى الأصلي يشير إلى الإبهام، والمعجم يقوم بإيضاح المعنى وإزالة إبهامه؟ من أين أو كيف أطلق هذا الاسم على المعاجم؟ والإجابة تكمن لعل معنى إزالة الغموض قد جاء من إدخال الهمزة على الكلمة، كان أصلها أعجم وصارت أعجم، فأصبحت أعجمته كأشكيته، أزلت شكواه، فيكون المقصود من أعجمته أزلت عجمته وأذهبت خطاءه. وقد سميت حروف الهجاء بحروف المعجم لتلك المناسبة، لأن النقط الموجود في كثير النقط الموجود في كثير منها يزيل الخفاء المحدق بها ويوضح للناظر المراد منها. ونتبين ذلك من الحرف تاء، فإنه إذا وضعت عليه نقطة واحدة من الأعلى صار نونا، وإن وضعت من الأسفل صار باء، وإن نقط بثلاث نقاط صار ثاء. إذن نقيس أو نقول بأن الحروف سميت بحروف المعجم، حروف الهجاء سميت بحروف المعجم. لماذا؟ لأن أضيف لها أو وضع عليها نقاط، هذه النقاط أزالت إبهامها. فلو تركنا الباء من غير نقطة والتاء من غير نقطتين والثاء من غير ثلاث نقاط، ماذا سيكون معناها؟ سنحتار وستكون معجمة علينا لا نستطيع إفهامها أو فهمها. بناء على ما تقدم يمكن تعريف المعجم بأنه كتاب يضم أكبر عدد من مفردات اللغة مقرونة بشرحها وتفسيرها وإيضاح معانيها. إذن تعريف المعجم ببساطة كتاب يشتمل ويضم ويحتوي على أكبر عدد من مفردات اللغة. قد لا توجد لفظة من مفردات اللغة إلا هو موجودة بهذا المعجم، يشتمل عليها هذا المعجم، سواء كانت قديمة أو كانت حديثة، وتكون هذه المفردات مقرونة بالشرح والتفسير وإيضاح المعاني والدلالات. على أن تكون هذه المفردات مرتبة ترتيبا خاصا، إما على حروف الهجاء أو الموضوع. إذن المعجم له ترتيب، إما أن يرتب على حروف وإما أن يرتب بحسب الموضوعات. والمعجم الكامل الشامل طبعا هو الذي يضم كل كلمة في اللغة، كل كلمة بلا استثناء، مصحوبة بشرح معناها واشتقاقها وطريقة نطقها وشواهد تبين مواضع استعمالها. هذا المعجم الصحيح. المعجم الصحيح يشتمل على كل شيء يخص اللفظة ولا يستثني منها من اللفظة شيئا، لا في النطق ولا في الشواهد ولا في الاشتقاق ولا في المعنى ولا في الشرح. وقد يسرد أيضا مواقف أشارت إلى استعمال هذه اللفظة. وقد رأى الدكتور إبراهيم السامي الرائي أنه لم يطلق على المعجم اسم المعجم إلا في أواخر القرن الرابع الهجري، أما قبل ذلك فهو كتاب، قبل هذا التاريخ كان يسمى كتاب، لكن بعد ذلك أصبح يطلق ويسمى
المعجم. وأول كتاب سمي باسم معجما عند العرب كان معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مع أن هناك معاجم سبقته مثل معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، لكنه كان يسمى كتابا، لكنه كان يسمى كتابا. وقد استخدم بعض اللغويين الذين حاولوا جمع اللغة كلمة قاموس، بعض اللغويين القدامى بدل ما يستخدموا معاجم استخدموا كلمة قاموس بدلا من كلمة معجم، وكانت تعني البحر. طبعا أعتقد أنكم تلاحظون أو تستطيعون أن تستنتجوا أعزائي الطلبة لماذا، ما هو وجه الشبه أو ما هو الذي يقرب البحر من المعجم. البحر واسع والمعجم واسع، يتسع لمفردات اللغة، فهو بحر لا بد أن تدخله كل لفظة وكل مفردة في اللغة. وقد حرص بعضهم على تسمية كتابه بالقاموس، يعني بعضهم أراد أن يسمي كتابه قاموسا، لا يسمي ولم يريد أن يسميه معجما، كما فعل الصاحب بن عباد عندما أطلق على معجمه اسم المحيط، وابن سيدة عندما سمى معجمه المحيط الأعظم، والفيروز آبادي عندما سمى كتابه القاموس المحيط. أهمية المعجم وفوائد استعماله، وهذه يمكن أن نجملها في عدة نقاط على النحو التالي: 1. المحافظة على سلامة اللغة. 2. جعل اللغة قادرة على مواكبة العلوم والفنون. 3. الكشف عن معاني الألفاظ المجهولة والغامضة. 4. معرفة ظواهر لغوية كالمشترك اللفظي والأضداد. 5. معرفة أصل اللفظ واشتقاقاته. 5. تاريخ اللفظ وتطوره واختلاف استعماله. 7. معرفة كون اللفظة عامية أو فصيحة. 8. الوقوف على ألفاظ مهجورة غير مستعملة. 9. العثور على شاهد من الشواهد اللغوية والنحوية. 10. معرفة قائل شاهد من الشواهد. 11. ضبط اللفظة ضبطا صحيحا في أصلها وتصاريفها. الآن نذهب إلى الكشف عن معاني الألفاظ في المعاجم. تختلف المعاجم في طرق ترتيبها وتبويبها، ومع ذلك فإن هناك أمورا عامة لا بد من مراعاتها قبل الكشف عن معنى الكلمة في المعجم، وهي: 1. أي معجم إذا أردنا أن نبحث به لا بد أن نراعي ما يلي: 1. الكلمة المجردة يمكن أن نبحث عنها مباشرة، مثل كتب، قرأ، درس، فهذه الكلمات لا يوجد فيها حروف زائدة. 2. الكلمة المزيدة، يعني اللي فيها حروف زائدة، تجرد من حروف الزيادة وترد إلى أصلها، مثل استعجم، نجردها من الحروف الزائدة اللي هي الألف والسين والتاء ونبقي الجذر الثلاثي عجما. 3. الجموع ترد إلى المفرد ثم يجرد المفرد من الزيادة إن كان مزيدا، مثل كلمة متعلمين، هذه جمع مفردها متعلم وفيها حروف زائدة، هذه كلمة متعلم المفرد فيها حروف زائدة فنحذف منها الميم والتاء وتبقى علما. 4. الأفعال المضارعة وأفعال الأمر
ترد إلى الماضي، يعني الفعل المضارع بصير من رجع الماضي، والفعل الأمر أيضا نعيده إلى الماضي. ثم إن كان في الماضي حروف زائدة نجرده منها، مثل يكتبون ترد إلى كتبوا، وكتبوا فيها حروف زائدة نجردها منها فتصبح كتب. خامسا، الكلمة التي يوجد بها حرف أصلي يرد إلى أصله، مثل كلمة سمع الألف أصلها واو، تصبح فالألف فيها منقلبة عن واو، وعندما ترد إلى أصلها تصبح سماوة. سادسا، الكلمات المشددة نفك تشديدها، مثل مد يفك تشديدها فتصبح مددة، يعني الحرف اللي عليه شدة يصبح حرفين. ننتقل الآن إلى أنواع المعاجم. المعاجم اللغوية نوعان، النوع الأول يعالج اللفظة فيشرح مدلولها وجميع ما يتصل بها ويتخذ لها منهجا خاصا في ترتيب الألفاظ، وهذا النوع من المعاجم يسمى معاجم الألفاظ، ومنه من أمثلته معجم العين للخليل بن أحمد، ومعجم الصحاح للجوهري، ومعجم لسان العرب لابن منظور، وأساس البلاغة للزمخشري. النوع الثاني يجمع الألفاظ التي تدور حول معنى واحد أو موضوع واحد ويسمى معجم المعاني أو معجم الموضوعات، ومنها كتاب فقه اللغة للثعالبي والمخصص لابن سيدة. تطور المعجم العربي. مر المعجم العربي في تطوره في 5 مراحل، هي 1 مرحلة النظام الصوتي ونظام التقليبات، وأول من أبدعه الخليل ابن أحمد الفراهيدي، وقد رتب فيه معجمه حسب مخارج الحروف مع مراعاة أوائل الأصول، فكلمة عقد في باب العين، وكلمة خلف في باب الخاء، وهكذا. ومن أمثلة هذا النظام من المعاجم الأخرى تهذيب اللغة للأزهري، ومختصر العين للزبيدي، والبارع للقالي. 2 مرحلة النظام الألفبائي الخاص، وترتب الكلمات فيه حسب الألفباء، إلا أنها لم تتخلص من التقاليد التي أشاعت الصعوبة في المعاجم السابقة، ومن أمثلة هذه المرحلة جمهرة اللغة لابن دريد والمجمل لابن فارس. 3 مرحلة نظام القافية، ابتدع هذا النظام الجوهري في معجمه الصحاح، وهو يقوم على ترتيب المواد حسب النظام الألفبائي مع اعتبار أواخر الأصول، فكلمة استعلامات مثلا في باب الميم فصل العين، لأن الأصل علم. ومن معاجم هذه المرحلة لسان العرب والقاموس المحيط وتاج العروس. 4 مرحلة النظام الألفبائي العادي، تقوم هذه المرحلة أو هذه المعاجم على ترتيب المعاجم حسب أوائل أصولها، وحسب الترتيب الهجائي المعروف. ويقال إن الزمخشري هو مبتدع هذا النظام، ومن أمثلته أساس البلاغة، محيط المحيط، والمنجد، والوسيط. 5 مرحلة النظام الألفبائي النطقي، وهي التي رتبت فيها المعاجم حسب نطقها
لا بحسب جذورها. ومن أشهرها المرجع لعبد الله العليلي صدر عام 1963، والرائد لجبران مسعود صدر عام 1994، والمنجد الأبجدي لفؤاد البستاني صدر عام 1967، ولاروس لخليل الجر صدر عام 1973. والآن نصل إلى الأسئلة التقييمية في نهاية المحاضرة، وهي 5 أسئلة آمل من الطلاب الإجابة عليها. السؤال الأول: عرف المعجم وبين كيف اكتسبت المعاجم العربية هذه التسمية. 2: بين مراحل تطور المعاجم العربية. 3: انسب المعاجم التالية لأصحابها: لسان العرب، أساس البلاغة، العين. 4: وضح أنواع المعاجم العربية. 5: اذكر 6 فوائد للمعاجم. والآن ننتقل إلى آخر شيء في المحاضرة، وهو النشاط، وآمل أيضا من الطلاب استكمال النشاط لأنه يستكمل مادة المحاضرة التي تبقى ناقصة إن لم يستكمل هذا النشاط. ومختصر النشاط أن يستعين الطلاب بمواقع الإنترنت لإحصاء أكبر عدد من المعاجم العربية القديمة، ومن ثم يقوم بنسبتها إلى أصحابها. يعني نعمل قائمة لهذه المعاجم، وبعد ذلك ننسب كل معجم إلى صاحبه، وبذلك نكون قد أدهينا المحاضرة 14 من هذا المقرر. أتمنى لأحبائي الطلبة الفائدة الكبيرة والجمة، وآمل أن أكون قد وفيت وعند حسن ظنهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.